أخبار المهرية باختصار. الخارجية الأمريكية تعتزم تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية وإدراجها في القائمة السوداء. واشنطن أعلنت اتخاذ القرار من أجل محاسبة الحوثيين على مهاجمتهم بحق المدنيين. الحكومة ترحب بالقرار الأخير الذي اتخذته واشنطن بشأن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية. وزارة الخارجية قالت إن القرار ينسجم مع المطالب اليمنية بمعاقبة الحوثيين. وفاة 7 مدنيين وإصابة 8 آخرين بحادث مروري في محافظة حضرموت. الحادث وقع في طريق الشحر الحامي بسبب السرعة وانفجار الإطار الخلفي للسيارة. سحب تنظيم مسابقة الجولف الأمريكية من النادي الذي يملكه الرئيس المنتهية ولاية دونالد ترامب. القرار اتخذ بسبب تداعيات الوضع السياسي وخشية من تأثر صورة البطولة بقرارات ترامب. حساب تيليجرام على تويتر يسخر من تطبيق واتساب بعد قيام الأخير بتغيير شروط الاستخدام. وتظهر اللقطة فرقة أفريقية وهي تحمل تابوتا وترقص به في إشارة ساخرة إلى نهاية تطبيق واتساب بعد الشروط الجديدة. إلى اللقاء باختصار آخر.